السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف، الدنيا مزرعة للآخرة، لكن في هذا الوقت نشوف ناس ما يزرع في الآخرة في الجنة، لكن يزرع في النار. أكثريتهم هكذا، أكثريتهم يعملون أعمال يقربوا به نفوسهم إلى جهنم، إلى النار. اتقوا الله يا أيها الإنسان وأيها الجن، وارجع إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اترك الأعمال الذي يبعدك عن الجنة، عن الرضا مرضات الله، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابعد عن هذا يا أيها الرجال، يا أيها النساء، يا أيها الجن والإنس. تقرب إلى كتاب الله والسنة عشان ترضى ربك الذي خلقاك. فلهذا مطلوب من كل واحد منا، أنا أوصي نفسي وأنفسكم بالتقوى مترك ترك المحرمات والشرك والبدع والخرافات والإرتاد، لأن حياتنا هذا ليس حياة أبدية، لكن حياة أبدية بعد هذا، بعد الموت يبدأ، أو بعد يوم القيامة يبدأ جنة والجهنم. فلهذا اعملوا بكتاب الله والسنة حتى سبحانه وتعالى يجعلكم من المتقين متمسكين بكتاب الله والسنة. واليوم يوم العرفة، بكرة عيد إن شاء الله، في كتاب الله وفي سنة رسول وفي أي ولي من أولياء ما نوجد يخالف سنة رسول صلى الله عليه وسلم. يعني بعد العرفة على طول سووا عيد، مش يعني آخر يوم، وبعد الشوال، بعد واحد شوال، يعني بعد 30 و29 رمضان الواحد شوال يسووا عيد ما آخره. رسول صلى الله عليه وسلم قال شيطان ما يصوم في العام كله إلا يوم الفطر، يوم العيد الفطر، يوم العيد الأضحى، ولا تصوموا مع شيطان. فاليوم يوم الجمعة، يوم العرفة، كان جائز صوم واحد في عرفة، أو ممكن يوم الخميس وقبلها، لكن إذا كان يصوم واحد يوم العرفة يوم واحد، ويوم العرفة يجي في يوم الجمعة لا بأس به، لكن لا يصوم الجمعة فقط إلا يرفق له أولها وآخرها. لكن عرفة ليس شرط به، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر حج كان يوم الجمعة، وأمروا الناس قالوا ليجي لحج في عرفة ليس عليهم صوم، ولكن لما يحج في بلادهم وفي بيوتهم يصوموا 8 7 6 1 2
أو يوم العرفة فقط يعني يوم الجمعة، لكن لا تصوموا بعدها لأنها يوم العيد. الشيطان يصوم يوم العيد، ولا تصوموا إلا إذا كان أنت الشيطان أو شيطانة تصوم مع الشيطان وتعيد مع الشيطان بعد يوم بعد يومين. هكذا في شوال، في أول شوال شيطان يصوم، في شيطان في شوال ثاني يعيد. إذا كان أنت من المسلم أو إنسان لا تصوم في واحد شوال وفي عشرة ذي الحجة، وإذا كان أنت شيطان وشيطانة لا بأس بك أنت تصوم مع شيطان، لأن تعبد شيطان. ليعبد الله واحد القهار يأخذ بكلامه وبكلام نبيه وبكلام كتابه، لكن إذا كان يخالف هذا يرفق مع شيطان فعلى كيفه. الجهنم لا يملي، سبحانه وتعالى يسأله هل أمليت، ويقول جهنم حل من مزيد، على كيفكم تعملون جهنم، تعملون الشيطان، سنتسكن مع شيطان، تعمل قريب ستموت وتوصل إلى جهنم في رفاقة الشيطان. لكن نحن مسلمين يريد نروح نطلب من سبحانه وتعالى يدخلنا في جنة الفردوس الأعلى في رفاقة محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا ما نخالف كتاب الله وسنة رسول. هذا مقصد، أنتم تخالف كتاب الله وسنة يا أهل البدع والشرك، تدخلون مع الشيطان في جهنم. نحن نخالف شيطان ونأخذ بكتاب الله والسنة، إن شاء الله نحن ندخل مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة الفردوس الأعلى إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل بياناتنا إلى أصدقائكم أخبابكم أقربائكم. المقصد بكرة لا يصوم، بكرة يوم السبت، تاريخ 10 ذي الحجة، وتاريخ ميلادي بكرة تاريخ 9 شهر 7 2022. لا يصح صوم، حرام 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 يوم السبت هذا البكرة يصوم واحد يوم العشرة من ذي الحجة، حرام حرام لا يجوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارسل لقرباكم، لأن أنا زرير ما أرسل صحيح، نرسل لبعض الناس كثير بعض الناس قليل وبعض الناس نحرم عن البيان. فلهذا أخواننا ارسلوا هذه البيانات لأقرباكم وأصدقائكم. شكرا جزاكم الله خير، أحسن جزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.